السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اعزائي الكرام، ومن خلاله راح نشارك معكم اخر اخبار محترفينا واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري ومفاجآت في انتظاركم. اذا هذا ما سنتعرف عليه، فاذا كنتم تشاهدونا للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام، كبداية دعوني انتهز هذه الفرصة وان اهنئكم يعني مسبقا بحلول عيد الفطر. نقول لكم اعزائي الكرام عيد مبارك سعيد، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وان شاء الله تعيدوا وتعودوا. إذا أعزائي الكرام، ندخل الآن إلى صلب الموضوع والذي يتعلق بقدم الاستحقاقات للمنتخب الوطني الجزائري، ونشارك معكم برنامج المنتخب الجزائري لقدم الاستحقاقات حسب تصريحات المكلف بالإعلام للاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف. صرح لنا قائلا: التربص سينطلق بتاريخ 31 مايو وسيدوم لغاية 14 جوان بمركز سيدي موسى، والتربص ستتضمنه مباراة ضد منتخب أوغندا بملعب وهران، والتنقل إلى ملعب وهران سيكون ليلة اللقاء، لأن التربص راح يكون في سيدي موسى والمباراة راح تكون في ملعب وهران الذي هو جديد على المنتخب الوطني الجزائري، وستكون أول مباريات المنتخب الجزائري الأول في ذلك الملعب. وقائلين أيضا في نفس السياق: ولقاء ضد منتخب تنزانيا سيلعب خارج الديار لحساب الجولة الأولى في تصفيات كان يعني 2023. وأكدوا لنا قائلين بأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اقترح على الكاف انه في 24 يعني حابين يلعبوا هذه المباراة امام الجزائر واوغندا هنا في ملعب وهران الجديد. ممكن الكاف ترفض، ممكن الكاف تقبل، حاليا ننتظر اعزائي الكرام تاكيد من الكاف. وطبعا لو كنت تبحثوا في تاريخ المباريات الخاصه بالمنتخب الوطني الجزائري حاليا في جوجل يعطيكم يعني لضات بالتقرير، ما كايناش لضات اعزائي الكرام رسميه، لانه ممكن تتغير بشكل عادي، وذلك يعني اذا المنتخب الجزائري ما عجبوش التوقيت، ما عجبتوش يعني ما عجبوش موعد المباراه عفوا، يعني ممكن انه يغير، وكذلك نفس الشيء يعود الى منتخب يعني الخصم. ننتقل الآن أعزائي الكرام إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري وجديد قائمة الكوتش جمال بالماضي. بالماضي في ندوته الصحفية عندما قرر بقاء وذلك بشكل رسمي وخرج للعلن في الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، في هذيك الندوة الصحفية الذي كان عمرها يعني 50 دقيقة، يعني خصص كلامه عن لاعبي المزدوج الجنسية، وقال لأنه سنضخ يعني دماء جديدة وروح جديد ونفس جديد لتشكيلة المنتخب الجزائري، وكان يلمح إلى اللاعبي المزدوجي الجنسية يعني بهجيو للمنتخب الوطني الجزائري، يعني بمعنى آخر أنه راح تكون هنالك إصلاحات جديدة واستدعاءات جديدة للاعبين يعني من مزدوجي الجنسية، وحتى إذا كانوا يلعبوا في المنتخب المحلي مرحبا بهم. يعني هذه الأسماء الجديدة اللي راح يستدعاها بالماضي ماشي شرط تكون فقط مزدوجي الجنسية، ممكن حتى يعني يكونوا لاعبين جزائريين يلعبوا في البطولة الوطنية أو إلى أو شيء من هذا القبيل. على كل حال، أكد لنا هذا الموقع الظاهر أمامكم قائلا بأن المنتخب الجزائري بالماضي لن يجري تغييرات كبيرة وسيكتفي باستدعاء 6 أسماء جديدة. وطبعا زي الكرام قائلين في المقال الخاص بهم: الناخب الوطني جمال بالماضي لن يجري تغييرات كبيرة في التعداد الحالي حاليا رغم تصريحاته الأخيرة بضرورة ضخ دماء جديدة وبعث نفس آخر في التشكيلة تحسبا للاستحقاقات المقبلة والمنتظرة، ويعني في مقدمتها تصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا سنة 2023 بالكوت ديفوار. وبسبب ضيق الوقت واقتراب موعد النسخة المقبلة من نهائية الكان، لن يجازف الناخب الوطني جمال بالماضي بتغيير يعني كل التعداد، بل سيكتفي باستدعاء 5 أو 6 أسماء جديدة، وسيركز على العناصر الشابة القادرة على تطوير مؤهلاتها مستقبلا. بالنسبة لي 6 لاعبين إذا يستدعيهم بالماضي دفعة واحدة، هنا هذا بالنسبة لي ثورة في المنتخب الوطني الجزائري، مع كل احتراماتي لصاحب المقال بمصادره اللي أكد لنا هذه الأخبار، ولكن احنا ما راناش عارفين أعزائي الكرام حاليا واش أنه بالماضي راح يستدعيهم دفعة واحدة ولا راح يستدعي يعني كل مرة يستدعي واحد. إذا كل مرة راح يستدعي واحد، هذه لا تسمى ثورة في تشكيلة المنتخب الجزائري. الثورة إذا راح يستدعي بالماضي 6 لاعبين جدد دفعة واحدة ويبعد 6 لاعبين من كوادر المنتخب الوطني الجزائري اللي كانوا يلعبوا معانا
سابقا. على كل حال نشارك معكم اللاعبين المتوقعين، وانتم اكتبوا لنا في صندوق التعليقات من هو اللاعب اللي تتوقعون باللي انه راح يكون هو اللي راح يستدعيه الكوتش جمال بماضي، او بمعنى اخر اللي يستاهل يكون مع المنتخب الوطني الجزائري. حسب نفس الموقع اكدوا لنا قائلين باللي انه من الاسماء التي هي على الورق وفي قائمه بالماضي يعني الموسعه عندنا المدافع الايمن لنادي كليرمونت فوت الفرنسي حكيم زدادكا، واللي راح يقدم مستوى كبير جدا، وكذلك الحارس لنادي اونجي الفرنسي أنطوني مانديريا، واللي قال سابقا بلي أنه يريد ويحلم بتمثيل المنتخب الجزائري. ولا ننسى أيضا بلال مسعودي لاعب نادي كورتري البلجيكي ولاعب المنتخب المحلي، وأيضا عبد القهار قادري هو كذلك لاعب نادي كورتري البلجيكي، وكلا هذين اللاعبين قدموا في المستوى الجيد مؤخرا، إضافة إلى لاعبين أعزائي الكرام آخرين يعني كل من يانس حماش ممكن هو أيضا بما أنه حاليا في قائمة بالماضي الموسعة، وكذلك عدنا مايكل أوليز رايان أيت نوري وإلى آخره. أنتم اكتبوا لنا في صندوق التعليقات من تتوقعون هؤلاء الستة اللاعبين اللي ممكن بالماضي راح يستدعيهم، أو بمعنى آخر يستحقون التواجد مع المنتخب الوطني الجزائري. ننتقل الآن أعزائي الكرام إلى الملف يعني الشائك الذي يتعلق بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون، وأيضا الحرب التصريحات بين هيئتي الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكذلك هيئة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، هيئة يعني سامويل إيتو واللي راه يفضح نفسه كل مرة يدافع على بكاري قاسم يفضح نفسه، آخر مرة يعني خرج للعلن وفضح نفسه كذلك. فلهذا أعزائي الكرام أكدت لنا مواقع وتقارير جديدة باللي أنه حسب موقع فوت أفريقيا كما تشاهدون أن الفيفا يعني تحصل على تسجيلات صوتية وتسجيلات فيديو تؤكد أن الحكم باكاري غاساما رفض الرد على تحذيرات حكام الفار، يعني هذه آخر التفاصيل وآخر التسريبات الجديدة. حسب هذا الموقع الافريقي واللي عنده شعبيه كبيره اعزائي الكرام وموثوق، اكدوا لنا قائلين باللي انه الفيفا تحصل على تسجيلات صوتيه وتسجيلات فيديو تؤكد، يعني هذا وش المضمون، تؤكد ان الحكم باكاري قاسما رفض الرد على تحذيرات حكام الفار الالمان. الفيفا راح تكشف لنا كل شيء، هذه تبقى فقط مصادر معلومات رانا نشاركوها معاكم، ان شاء الله في نهايه المطاف اعزائي الكرام يشاركوا معنا الخبر الرسمي يعني صادر من الفيفا، وان شاء الله يعطيونا حقنا. وطبعا اعزائي الكرام بعد كل هذه التحركات من الاتحاد الغامبي لكره القدم وكذلك الكاميروني لكره القدم دفاعا عن باكاري قاسما، مش غير هكذاك لانه حقا راهم خايفين، كل من اتحاد غامبيا لكره القدم اللي دافع عن باكاري قاسما وحتى الاتحاد الكاميروني لكره القدم وسول ايتو اللي ما راهش يرقد في الليل اعزائي الكرام، راه يتابع اخبار المنتخب الجزائري اكثر مني انا اللي راني نشارك معاكم المعلومات الجديده حول هذه القضيه، والدليل اعزائي الكرام راه في الموقع الرسمي تاعو وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي الرسميه تاعو، راه يراقب الاخبار اكثر مني انا. غدوه من غدوه مانيش عارف اعزائي الكرام واش راح نشوفه في الصفحه الرسميه تاع سامويل ايتو، ممكن يشوف يعني تصريحات نتاعي في الموقع الرسمي تاعو، لانه راه يتابع كل ما هي صغيره وكبيره وينتظر يعني بشغف واش راح تقول الفيفا يعني يوم القرار اللي راح يصدر منها، ما راش يرقد. وطبعا اعزائي الكرام بعدما ان استشهد سامويل ايتو يعني بحصه تلفزيونيه جزائريه اللي كانوا يتكلموا عن تقنيه الفيديو، قالوا بلي ان تقنيه الفيديو كانت خدامه ولم تتعطل ولا لثانيه واحده، الجماهير الجزائريه هاجمت سامويل ايتو ووصفت تحركات سامويل ايتو بتحركات فاشله، كما تشاهدون هجوم على سامويل ايتو فضحوا به سامويل ايتو وكذلك باكاري قاسما. هذه التعليقات كلها اعزائي الكرام راها اسفل ذلك المنشور الذي شاركه معنا في صفحته الرسميه في الفيسبوك واللي عليها يعني بزاف نتاع الناس اعزائي الكرام ابونيين عنده. على كل حال هو حب يفضحنا ولكن فضح نفسه في نهايه المطاف. التعليقات كلها تتعلق بالجماهير الجزائريه التي هاجمت يعني سامويل ايتو فضحاته باللي انه كاين بينه وبين يعني باكاري قاسما رشاوي والى اخره. وطبعا سامويل ايتو كل مره يفضح نفسه وسامويل ايتو بهرا يخرج ويدير هذه التعليقات ويدير هذه التحركات. اخر مره زي كرام قبل ما يشارك معنا هذا المنشور اشتكى بالكوتش جمال الماضي بسبب تصريحاته علما على باكاري قاسما، راه خايف يعني اكثر من باكاري قاسما بحد ذاته، وباه يعني سامويل ايتو يدافع على باكاري قاسما ماشي غير هكذاك زي كرام، بل انه متواطئان ضد المنتخب الوطني الجزائري، متفاهمين ضد المنتخب الجزائري، ما باقيش زي كرام قد اللي فات، وان شاء الله الفيفا يعني تخرج لنا بقرار لصالح المنتخب الجزائري وان شاء الله نفضحوها. احنا كما قال لك يعني اوم ساك هذيك يعني المنظمه العالميه لمكافحه الفساد قالت لك باللي انه عندها ادله وملف يعني راح يزعزع العالم، ان شاء الله احنا ماذا بينا اعزائي الكرام احنا ننتظر وان شاء الله اللي فيها خير جيل المنتخب الجزائري
وما دام عندنا هذا الامل نبقاو متبثين فيه حتى النهايه. اذا اعزائي الكرام كان هذا الفيديو اليوم، اخبرونا اراكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.